اهلا بحضراتكم مشاهدي متابعي تلفزيون اليوم السابع. يمكن احنا لسه مستمرين في متابعه لانطلاق منتدى مصر للاعلام الرياضي، وخلونا علشان نعرف اكتر عن منتدى مصر للاعلام الرياضي لاول مره بيقام على ارض مصر، خلينا نرحب مع حضراتكم مع الكاتب الصحفي الاستاذ حسن المستكاوي. بنرحب بحضرتك يا فندم على شاشه التلفزيون. اهلا بيك. اهلا بيك. يعني الحقيقه يعني الناس كلها منتظره منتدى مصر للاعلام الرياضي. يمكن احنا شايفين شفنا ان الجلسات هتكون في جلسات مثمره جدا اللي بتخص الاعلام الرياضي وتطوير الاعلام الرياضي، عايزين حضرتك تكلمنا اكتر عن في كذا يعني ندوه او كذا سيمينار هيتعمل مهم جدا، حاجه عن التعصب، حاجه عن من رابطه الكتاب الانجليز، دي حاجه مهمه جدا انا بهتم بيها قوي. ايه هي رساله الاعلام الرياضي؟ ايه الدور بتاع الاعلام الرياضي؟ احنا بنخاطب ملايين ملايين ملايين، ما بيش نشاط الحقيقة في الحياة بيخاطب ملايين زي الرياضة. يعني ماتش كورة بيشوفوا 30-40 مليون، مش عايز اتكلم على مليارات بتشوف كاس العالم او الالعاب الاولمبية. فلازم تكون على الاقل انت كاعلامي متعادل مع المتلقي، يعني بتخاطبه بلغته بما يعرفه، بلاش اللغة القديمة. إذا كنت أنت حتى كمان كبير شوية وعندك خبرات من جيل قديم، ما ينفعش حضرتك تكلم الشباب أو الأجيال الجديدة اللي متصلة بالعالم بحاجة كلام قديم، ما ينفعش الكلام ده، يبقى أنت متأخر عنه. ما ينفعش الإعلامي يبقى متأخر عن المتلقي. كمان حاجة مهمة جداً، ما ينفعش الإعلامي يبقى مشجع، ما ينفعش الإعلامي يبقى بيصنع الكراهية، بيصنع التعصب، بيصنع الحاجات دي كلها بديهيات. وللأسف إن إحنا كمان بنتكلم في البديهيات كتير قوي، لكن لا لازم نعالج الحاجات دي باسرع ما يمكن. يعني خليني اخد من كلام حضرتك، حضرتك اتكلمت على ان يمكن الشباب بقى في الاعلام الرياضي ويعني طرق تحول الاعلام الرياضي للاعلام الرقمي والاعلام الديجيتال وكل ده، يعني ايه ابرز المناقشات اللي هتتكلم في سكه؟ طبعا الديجيتال هو ده واحد من الحاجات، جزء من الاعلام. الاعلام تطور مع تطور الرياضه، جزء من الرياضه كترت جدا، مباريات الكوره، البطولات، الايفنتات الرياضيه كتيره قوي، بالتالي الاعلام اتسع وتنوع ولازم نبقى بنجاري هذا التنوع. المنتدى فرصه ان الواحد يفهم ويتعلم ويعرف عشان يقدر يفهم ويعلم ويعرف كمان، دي ميزه المنتدى. هيخلي الناس الشباب يعني يكسبوا خبرات مهمه جدا، ولازم كل واحد حريص على حضور هذا المنتدى انه يعرف ويفهم ويتعلم. يعني احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، ميرسي جدا لحضرتك. وده كان لقاء مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ حسن المستكاوي. انتظرونا ومزيد من تغطيات رياضيه اخرى من داخل انطلاق منتدى الاعلام الرياضي، وشكرا لحضرتك.